مساء الخير واهلا بحضراتكم ولقاء جديد من مصر النهارده. اهلا بيكم يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده الاربعاء يبقى معانا لقاء مع او لقائنا المعتاد مع فضيله العالم الجليل الشيخ خالد الجندي ان شاء الله. والحقيقه يعني احنا ما كناش انا والشيخ خالد ما بنتفقش نتكلم في ايه، يعني حسب ما هو بيبقى جاي كده بفكر في موضوع معين بنفتحه ونتوكل على الله. النهارده انا مش عارف الشيخ خالد لسه جاي في السكه، ما اعرفش هيتكلم في ايه، بس الحقيقه الموضوع جه لوحده. استاذ حازم منير الدنيا خبر ان في ست قاعده في ميدان تريمف مصر الجديده من 3 ايام. ليه؟ لان هي عندها حساب في البنك ما اعرفش قدره قد ايه الحقيقه، ولا يعني ابن اخوها ومراته قرروا ان هم يودوها البنك تصرف الحساب ده كله عشان تدولهم. فلما ما رضيتش، وهي معاها ختمها ومعاها ورقها وكل حاجه، فلما ما رضيتش ورفضت انها تديهم الفلوس راحوا رامينها في الشارع ومشوا. والست قاعده في الشارع لا تعرف احد الا ضباط اسم مصر الجديده، ومش عايز تتحرك الا لما يقول لها ضباط اسم مصر الجديده، والمكان ده مش تبع اسم مصر الجديده، يعني واضح ان ميدان تريمف تبع حاجه تانية، فمش تبع اسم مصر الجديده. لكن هي قاعده في الشارع مستنيه الناس دول، مستنيه الضباط بتوع اسم مصر الجديده، هم دول اللي تعرفه ودول اللي تامن لهم، مش عايز تمشي مع اي حد، وبقى لها 3 ايام قاعده على الرصيف. هل يعني هل دي مساله تصدق؟ النهارده طبعا بتصدق للاسف. ان ابن اخوها رماها في الشارع هو ومراته عشان مش عايزه تديهم القرشين لحلتها. ممكن على فكره القرشين دول يبقوا 20 30 الف جنيه، ما يبقاش رقم يعني ما تبقاش ثروه، لكن ممكن تكون ست محتفظه بيهم وتاخد الريع بتاعهم، بتاكل منه وتشرب منه وتلبس منه وتعيش منه. دي صوره الست قاعده قدامكم اهي. شيء محزن جدا، شيء مخزي جدا، وشيء مش من طباع المصريين خالص، يعني مش من طباعنا خالص. ما اعرفش ايه اللي حصل، يعني ما اعرفش ايه اللي حصل، في صراصير كتير قوي في دماغ الناس اللي من دول، يعني دماغ الناس بقت فيها مشاكل جامده جدا جدا. الفلوس عملت فيهم، ما اقدرش اقول انها هتغير المفاهيم ولا القيم النبيله اللي بيتمتع بها الشعب المصري، ولكن حطت على القيم النبيله ديت والاخلاق اللي بيتمتع بها الشعب المصري دون عن شعوب كثيره في العالم، انه حطت عليها صدى محتاجه انها تتلمع، محتاجه القيم المصريه الاصيله انها تتلمع وترجع تاني لحالتها الطبيعيه. لانه بدات تحصل حوادث كثيره جدا في مصر يعني هذه الايام او هذه السنين، يعني مش الايام على فكره، ضد طبيعه الانسان المصري. يعني الانسان المصري طول عمره جدع وشهم، عندنا طبعا ناس كلها ناس فاسده وعندنا ناس حراميه وعندنا كل ده موجود، لكن لما كنت زمان تقول حرامي تلاقي 100,000 واحد يجري وراه يجيبه. النهارده ما حدش بيتحرك للاسف الشديد، يعني الا ما رحم ربك طبعا، ما ممكن ناس تبقى في حي شعبي بتاع يعملوا حركه جدعانه. ان النهارده السكان مش عارفين بعض، السكان ما بيحب يعني مش ما بيحبوش بعض، على طول متعصبين تجاه بعض. يعني مثلا احنا في عمارتنا مثلا العماره فيها فران، فمش عارفين نجمع السكان عشان يقوموا الفران. دي حاجه كانت في مصر زمان سهله جدا انك تكلم وزاره الصحه وتدفع لها المبلغ وتيجي تنظف لك الدنيا ومفيش مشاكل، انما السكان مش عارفين. طبعا ده ينطبق على مصر كلها، ان السكان النهارده ما بقوش يتعاونوا مع بعض زي زمان، مع ان الجار ده حاجه مهمه جدا. فما بالك بالقريب بقى، عمتهم رموها في الشارع وخلاص، وخلصت الحكايه على كده. وبقاله 3 ايام ما فكرش الابن ده، ابن الاخ ده، يرجع يشوف عمته راحت فين، جت منين، وقاعده زي ما انتم شفتوها كده في الشارع. شيء يعني زي ما قلت لكم ان احنا محتاجين حد يحرك مشاعرنا، يعني يعمل يقظه في مشاعرنا، يعمل ايه؟ يعمل تنشيط للقيم النبيله جوانا، هي موجوده ما راحتش. حد ينشط هذه القيم، حد يعمل دعوه للوطن ده، لازم يحلم حلم واحد، لازم يتحرك حركة واحدة، لازم يكون لنا هدف جماعي واحد. يعني انت ماشي على الكورنيش، ماشي في الزمالك، ماشي في مهندسين، ايه اللي بيشرب علبة سجاير بيرمي العلبة في الشارع، واللي بياخد معاه كيس من البطاطس المحمرة دي يرميه في الشارع، واللي معاه كيس مش عارف ايه يرمي، واللي شنطة واكل كشري في شنطة العربية الفخمة يروح فاتح الشباك ورامي شنطة الكشري من عندنا مشاكل وعندنا حاجات اهم من كده في البلد وبنتكلم فيها وكل. طب ده جزء، لكن الجزء الثاني انه ما يصحش ان الفساد يوصل للطبقه العامه. الفساد على فكره مش بس فلوس،
يعني مش بس فساد في الفلوس، يعني مش الفساد، يعني قضية فساد زي مثلا قضية قرية أمون دي. على فكرة أختي مهلبية مزرجنة مش عايز تطلع لغاية ما يشوفوا حل للرشوة بتاعت الشركة الألمانية والرشوة بتاعت مرسيدس. محدش ما فيش حد خالص قال حاجة خالص. مين اللي عمل الرشوة بتاعت مرسيدس؟ مين اللي في الشركة الألمانية دي؟ طب قرية أمون ديت إيه اللي حصل فيها؟ سيادة الرئيس أصدر قرار حكيم إنه لغى العقد. طب مين اللي غلطان؟ طب مين اللي عمل حاجة وباع حاجة غلط؟ محدش عارف حاجة خالص. محدش عارف حاجة. ده مش معناه إن إحنا كمان نبوظ. ده مش معناه كمان إن إحنا في سلوكياتنا اليومية نبقى مش كويسين. فمهلبية مزرجنة لغاية ما نشوف ما يطلع عندكم رشوة صاحب رشوة المرسيدس يبان، صاحب رشوة المهلبية الألمانية الشركة الألمانية يبان، صاحب شركة أمون دي مش يعني السكوت على الحاجات دي. هم بيعتمدوا على حاجة ودي فكرة ذكية، بيعتمدوا على إن الشعب المصري بينسى. يومين ثلاثة ينشغل بقضية وينسى، ويومين ثلاثة ينشغل بقضية وينسى، وأسبوع ينشغل بقضية وينسى، والحكاية إيه؟ تترمخ زي ما بيقولوا. إنما اللي حصل في أسوان ده ما يترمخش، اللي حصل في رشوة المرسيدس ده ما يترمخش. في شخص في مصر كان مسؤول أو مسؤول الله أعلم، شخصين هم، واحد بتاع مرسيدس وواحد بتاع الشركة الألمانية، خدوا رشاوي كبيرة جدا لتمرير حاجات كلها غلط. مين ازاي ان احنا ساكتين على الحكايه دي؟ لازم نعرفها، لازم الناس تعرف. وما تنسوش، يتعودوا انكم ما تنسوش الحاجات دي، لان ايه من فات قديم وايه تاه، وده قديمنا الحقيقه. فعايزين يعني نبقى مصحصحين للحكايه دي، لانه احنا بنعاني من اشياء كثيره جدا، ومش هيحل لنا الاشياء الكثيره دي جدا الا ان احنا نكون يقظين لكل المشاكل اللي بتقابلنا، بحيث ان احنا نشوف حلول ليها ونشوف اسبابها ايه وابعادها ايه وده حصل ليه، عشان الفاسد يخرج يبعد خالص والنظيف هو اللي يقعد. لأن ما ينفعش يقعد النظيف مع الفاسد، لأن الفاسد بيبوظ النظيف. ونعمل فاصل بقى.